كما كان منتظرا حمس رسمي في سباق البرلمان رغم غياب الضمانات التي كانت تناشد وتهديدات حركة الشيخ محفوظ نحناح وكثير من أحزاب المعارضة بمقاطعة الاستحقاقات للضغط على السلطة في مهب الريح بعد تناحر استمر لأسابيع طويلة داخل أكبر حزب إسلامي. تيار المشاركة يفرض منطقه على رئيس الحركة الذي حاول اليوم جاهدا تبرير الخيار. الأحزاب التي تصوت عليها كتل شعبية كبيرة جدا رغم التزوير تأخذ شيء من حقها يعني لأن تستطيع أن تتجاوز العتبة. نحن عندنا عائلات وعندنا ركيزة اجتماعية وفية للحركة، نحن حركة متجذرة في المجتمع، إذا نحن متفائلون. بعد نقاشات مستفيضة استمرت حتى 3 فجر مجلس شورى حمص يوقع رسميا شهادة وفاة تكتل الجزائر الخضراء مقري يرافع اليوم للتحالفات المحلية في وقت تتفاوض فيه أحزاب إسلامية أخرى على التكتلات المندمجة. مجلس الشورى الوطني قرر أن يعطي الفرصة للنقاش والمفاوضات حول التكتلات ولكن على أساس الإرادة المحلية. ملف التشريعية والمحلية حسيمة والمعركة المقبلة داخل حمص معركة المشاركة في الحكومة التي طلقتها الحركة منذ 4 سنوات. حمص تنادي بحكومة وحدة وطنية وإن كان دافع المشاركة بالأمس حماية البلاد من المخاطر الأمنية فالمبرر اليوم حماية البلاد من الأزمة الاقتصادية. نحن نواجه أزمة مقبلة فلذلك دعونا إلى حكومة وحدة وطنية إذا الانتخابات حرة ونزيهة. إذا الانتخابات حرة ونزيهة الأحزاب التي تنجح تتواضع وتتنازل وتقبل أن تحتضن حكومة وحدة وطنية يشارك فيها اللي نجح واللي ما نجحش ويشارك فيها اللي شارك واللي ما شاركش في الانتخابات. راديكالية رئيس حركة مجتمع السلم الذي يرافع على الدوام لتطليق السلطة بالثلاثة تتفتت على عتبة جناح لا يسلم بمنطق الكرسي الشاغر، فرغم الشكوى من التزوير والتضييق وغياب الضمانات حمص وأخواتها في سباق الانتخابات.